الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة سميع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين اصلنا إليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسرى المسلمين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فأعتق اللهم رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلينا وأحبابنا وكل من أوصانا واستوصانا بدعاء الغيب له، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل منا دعاءنا، وتقبل منا رمضان، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا آتنا في
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sit down.